بسم الله الرحمن الرحيم. بنتكلم في السكشن رقم 2 على الفكرة التصميمية. قلنا في الفكرة التصميمية ان انا ممكن استغنى عن الفكرة الفلسفية واستعيض عنها بفكرة تصميمية بشرط انها تكون فكرة تصميمية قوية. طيب ايه هي الفكرة التصميمية وايه هي انواع الاركتكتشرال تريندز اللي انا ممكن اشتغل عليها؟ يعني بمعنى ايه، في اتجاهات معمارية كتير جدا ممكن استوحي فكرتي منها، زي الاتجاه التفكيكي او deconstruction architecture، ودي اللي بتقوم على عمارة الزوايا الحادة. هي الاتجاه ده يعني ممكن برضو اديكوا عنه سكتش مبسط. لو اتكلمنا عن الاتجاه التفكيكي، هو اتجاه مستوحى من الزوايا الحادة، شغلي كله بيكون على محاور وزوايا حادة. طبعا اللي انا بعمله ده خطوط أولية أو خطوط مبدئية، وبعد كده ببتدي أطوع الخطوط دي لكتل معمارية تقدر إنها تفيدني في العملية التصميمية أو المشروع بتاعي أو الوظيفة اللي أنا هبتدي أطوع عليها السكتش ده. لكن بداية شغلي في العمارة التفكيكية أو deconstruction architecture هو إني بشتغل على خطوط حادة بالشكل ده، وغالبا الزوايا الحادة دي طبعا مش بستغلها في الفرش الداخلي، ولكن ممكن ان انا اعملها كجرين او ستراكشر سيستم، بيكون ليها حلول كتير جدا، لكن ده طبعا بيبان بعد كده في المراحل النهائية من البلان. تمام، نرجع تاني للافكار التصميمية بتاعتنا. الاتجاه التاني وهو الاتجاه التكعيبي. يعني ايه كلمة اتجاه تكعيبي؟ او الكيوبيك اركتكتشر، او بنقول عليه البيكسل اركتكتشر برضو بمعنى اخر. البيكسل ايه هو؟ البيكسل ايه هو؟ الكيوبيك باسم كده على طول افهم على طول ان انا هشتغل على يعني او العنصر الرئيسي بتاعي الكيوبيك اللي هو ايه، اللي هو المكعب. ابتدي اشتغل على مجموعة من المربعات، ولازم تكون زواياها 90. طبعا طريقة رص بقى المربعات جوه الارض او جوه البلان، او طريقة يعني استخدامها، ممكن احل الكتل دي واخلي الكتل الاوسط الحاجات اللي جوه دي فجوات، تبقى فجوات جرين. ده اسلوب من اساليب التصميم، مش شرط ان انا احل كل الفراغات، وهو ده اللي بيخلق طبعا ابداع في الاخر وتنوع وفكرة، او فكرة الوحدة والتنوع، ودي اللي بنأكد عليها دايما في اي مشروع علشان تنجح العملية التصميمية. طيب ادي العمارة او اللي قلنا الديكونستراكشن، بعد كده الكيوبيك. طيب ايه هو الجزء الثاني او المثال الاخر؟ العمارة الجيومتريك. الجيومتريك دي بقى طبعا هي عمارة المثلثات. هتقولي طب ما هي العمارة الحادة. لا، مش شرط تكون هي نفس العمارة الحادة، لانها بتكون بصورة ادق شوية. المثلثات مش شرط تكون بزوايا حادة قوية، ده اللي هو الاتجاه الجيومتري. لا والله، انا ممكن استخدم كذا شكل من اشكال المثلثات، كذا نوع زاوية، كذا نوع لزوايا المثلثات. الفكرة انه بيلعب على مجموعة متنوعة من المثلثات داخل البلان، وطبعا كل واحد وقدراته الابداعية، لانه حتى الجيومتريك كمان بيبان في الاخر في تصميم الواجهات الخارجية للمشاريع. ايه هي عمارة المضلعات؟ برضو من الاسم ابتدي اشتغل على اشكال سداسية او مثمنة، ايا كان عمارة المضلعات، ان انا ابتدي اشتغل على اشكال بهذا الشكل،
ثمانيات أو سداسيات. وطبعا أسلوب حل الأشكال الثمانية دي أو السداسية وأيا كان بتبقى بطرق مختلفة، ومفيش حاجة هنا اسمها تماثل في الحل، هو ده اللي بيخلق ضعف التصميم. يعني ما ينفعش ان انا اشتغل اصمم نفس البوليجون ده نفس البوليجون ده نفس الفراغات نفس كل شيء، ففي الاخر المشروع بتاعي مطلعش كبلان، بيطلع اضعف مما نتخيل. طيب العمارة اللي بعدها او الاتجاه الرابع او سوري الخامس هي عمارة البابلز او عمارة الفقاقيع. من المسمى برضو هبتدي استنتج ان انا هشتغل على اسلوب الدوائر، ان انا ابتدي والله انا طبعا دوائر دي ممكن تكون شريطية، ممكن تكون برضو مغلقة، صح ولا لا؟ ممكن تكون برضو بعد ما عملتها شريطية ابتدي اوصل الكلام ده ببعضه، فده برضو اسمه عمارة الايه البابلز. في النهاية في الكتلة ممكن اعملها تخطيط ويكون الأجزاء دي بويد من تحت، في الآخر بسمي ده عمارة البابلز أو عمارة الفقاقيع يعني. تمام. طيب النوع الآخر ده قلنا البابلز. النوع الآخر من العمارة العضوية، العمارة العضوية أو البايو أركتكتشر، ودي الحقيقة ليها أنواع كتير جدا أنا مش هدخل فيها بالتفصيل، بس طبعا هي بتكون خطوطها ناعمة جدا، الحد اللي يخليك يعني تقسيم الفراغات الداخلية ليها بيكون فيه دقة، والزوايا فيها منعدمة تماما. ولكن طبعا هي من المشاريع اللي بتطلع في النهاية ليها اختلاف وليها صدى مختلف تماما في التعبير، وطبعا من أمثال الناس اللي اشتغلوا بالترند ده المعمارية زها حديد والمعماري أحمد ميتو. تمام. اتكلمنا بقى طبعا يعني في طبعا أمثلة تانية كتير، من أمثلة تانية العمارة المتحركة بقى والكاينيتك أركتكتشر. والكاينيتك أركتكتشر دي ليها طبعا كذا ترند تاني زي البارامتريك مثلا أو الحاجات اللي هي الدايناميك. كل الكلام ده كله ممكن أعبر فيه أو أعبر بيه عن الواجهات زي الكسرات المتحركة وما إلى ذلك. يعني ابتدي اتكلم بقى عن او اعبر بالعناصر ديت، عناصر الواجهات اعبر فيها عن انها تكون طبعا متحركة بالشكل ده، وتبقى برضو في النهاية ده اسمه التصميم الكاينيتيك او التصميم المعماري المتحرك او الديناميك زي ما بنقول. طيب الحقيقة بعد ما عملنا الكلام ده كله بقى، يعني احنا مثلا ايه عمالين نقول دي اتجاهات تصميمية كتير جدا، انا مفروض اكون محدد اتجاهي سواء كيوبيك سواء تفكيكي سواء برضو جيومتريك ايا كان الاتجاه بتاعك سواء مضلعات سداسيات. طيب انا لازم اوصل لبرنامج مساحي محدد للمشروع. ايه هو البرنامج المساحي بتاعك؟ طبعا احنا متفقين ان احنا بنشتغل على بحث مانيوال عشان كل طالب يبتدي ايه يطلع الداتا دي، بالاعتماد طبعا على ان انت تبتدي تشتغل بقى تشوف العناصر دي مساحتها ايه. مفروض ان انت معاك هنا الانبوت ان انت بتاخد عدد الافراد. في حاجات طبعا يعني ان جنرال كده ان انت مش هتزيد عن كذا، يعني مثلا المبنى الاجتماعي مش هيزيد عن 4000 متر. المبنى الاجتماعي اللي هو بيضم حاجات كتير قوي، منها صالة الاستقبال، واكيد في مناطق جلوس، واكيد في برضو صالونات. طيب من الحاجات المهمة جدا في البرنامج بتاعنا هو يعني احنا قلنا هنا صالة الاستقبال، تمام، المبنى الاجتماعي ما يزيدش عن 4000 متر، مناطق الجلوس او الاستراحات دي متوزعة على كل المشروع، صالة متعددة الاغراض MBU، وتكون يا جماعة تكون 500 فرد
المطعم الرئيسي 500 فرد، دورات المياه، وغرف تغيير الملابس، ودي هتكون موجودة في جزئين، في طبعا حمامات السباحة، وموجودة طبعا في الجزء بتاع الملاعب. تمام. صالات رياضية هيكون فيها نوعين من الصالات بقى، لليوجا والكاراتيه وما إلى ذلك، المحلات التجارية والرياضية، ودي متوزعة برضو حوالين المناطق اللي هي بتاعة المطاعم، وحوالين برضو الصالات الرياضة، صالة الجيمانيزيوم ودي الكفرد جيم، ممكن تكون دي الصالة المغطاة اللي هتشتغل عليها، ملاعب سكواش، حمامات سباحة، ودي في منها برضو نوعين، حمامات التدريب اللي هي طبعا حمامات تدريب اللاعبين اللي هما الدولية يعني، والحمامات السباحة اللي هي العائلية اللي طبعا بتكون فيها أطفال، وفي فرق طبعا في التصميم ده عن ده. ملاعب أطفال ومنطقة الكيدز إيريا، ودي ده برضو هتبقى واخدة زوم مختلف، وهيبقى فيها نشاطات تانية خالص، ملاعب التنس، وهيكون فيها كرة قدم خماسي، ها، وملعب طايرة، أماكن السيارات طبعا هتتراعى، فراغات وممرات، وزائد منطقة للفوت كورت، ودي لازم تتراعى كويس جدا، ويفضل انها تكون طبعا بجانب منطقة المطاعم، وفرش اليخوت اللي احنا قلنا هنشتغل على منطقة الفرش اليخوت في الجزء بتاع الجزء اللي بيطل على نهر النيل. طيب احنا كده نكون خلصنا تقريبا حصر لمعظم فراغات البرنامج المسيحي. بعد كده انت المفروض انك طبعا بتطلع المساحات المظبوطة لكل فراغ على حدة في البحث المانيوال اللي اتطلب منك في اول الترم. ده العناصر اللي مش هنخرج عنها بأمر الله تعالى. ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم عن توزيع العناصر داخل قطعة الارض في سكتشات مبسطة.